اي ابو ابراهيم مشان يالاس عنده 3 4 يوم هنا، وانا اداري حل المشاكل الداخلية دي عشان ما تشيل القوة كده، وقوم قائد من السلامات وقائد من البني ادم ويمشي قد ما اهله ويرتب الشغلانة دي يحلوها. شايف موسى هلال برضو اتكلم قال داير يجي يتدخل من السلامات والبني ادم ويحل الموضوع وكده. الشغلة دي كلها صانعة المؤتمر الوطني والشيخ الهلال اللي هناك دي، هم صانعين الشغلة دي. انت الصادق وين يا اخوي؟ بعدين والله يا عمر شيف الناس استفادت، اقسم بالله استفادت فايدة. اسكت ساكت بس، والله العظيم الناس الجفات ولا ذيل، والله العظيم غنم غنائم واحدة دي ما معروفة ذاتها. بعدين تاني شوف الجلابة دي اللي القيامة بيجيني تشيل لكم عمارات يا زول، اي زول يبقى لها عمارة دورين ثلاثة تشرشح فوق بتقعد تاني زي 20 سنة جاي لهم هني ما في. اي والله. لكن علينا يا اخي عندنا هسه القائد حقنا بتاع معسكرنا ده واحد من اولاد الرزيقات اسمه عمر القدم. عمر القدم ده زمان بيمشي من ده فوق وكده، ما شاء الله مشى الشجرة شفتها، نظف الشجرة دي واشتغل فيها في المدرعات هناك. خلاص في يوم قام ماشي ماشي له عربية واحدة بس انا بتخيل يدقوا بها 40 قناصة ولا شنو، المهم زي شغل اسروه ولا ميت ما معروف اتجاهه، والله فقدناه. بس عينا ولد عنده، ولد شال دربه كمان برضه، ولد ده محل ابو داك ما عليهم برضه في قناصين ضربه. بس عينا ولد غايب، ولد صغير كده. المهم علاقتنا طيبة والله مع قياداتهم كلهم، عمتهم مدرزيقات الأمراء المنامين مين. يمكن انتوا كان جيتوا اموركم بتترتب والله، اصل الناس بفوجيهم زمان وكده، لكن هسه الجاسر تيجي لمصلحتك بس. وانت اسمع زول بدي مرتب هني ولا بتاع ما في والله، لكن اللي دعاهم بشيل لهم عربية بمشوا بفتح لهم مخازن، بشيل لهم دقيق سكر منو بيجي هنا جبت 50 فتيشة سكر وهو ال30، وبيشتروا بيشتروا لهم خرفان، بيشتروا لهم هنا بمشوا امورهم. يعني شغلة زي ما قلت جاسك بس وتمشي امورك. الرواتب اللي بقولها دي لها سامة، اذا تقال ده يصرفوا 500 500 وكده، انت يمكن تلحقوها اذا تبعت ذاك يدخل اسماءكم عشان تصرفوا مع الناس. والناس ما يدم زي لسه تكلمنا معهم قريب اسبوعين تاني ما رجعوا لي، والشبكة في نيالة ما في وما عرفنا عليهم شنو. عشان كده انا هسه كان عامل تعالوا احضروا باقي الحفلة ده بس قبل ما تفر. اول حاجة حفلة دي كان فرت، تاني ما بتلقوا حاجة، الناس جات استفادت والله، الناس طلعوا مليارات الزمن ده قاعد الشغلة بدت. قلنا يا دول العربات شنو هسه السلامات هسه الدوس جاي وقعد جاي وقول السلامات دولة عشان العربات دي من هنا. بالمناسبة لو شفت عربية راجمة غير راجمة حقتك ملكك، فهمت؟ الناس بالقاتل يعني انت مثلا انتهيت من البارقة شلت لك عربية وفلان شال عربية لغاية كان داير يشتريها منك، ما داير تشيلها تمشي بها توقفها في بيتك، ما سالك منها حقتك. مع المرتكز ده عربيتك معك في معركة بتمشي تندخل بها، ما في حرب انتهت تشيل عربيتك تمشي بها. هاي الغنايم دي كلها لقيت ذخيرة 10 100 صندوق 1000 صندوق حقك، وانا هيك انتهى الشغل الاخر. ونمرتنا يا اخي الناس زي هنا، ما القيادات اللي هنا القيادات اللي هنا ديل ظروفهم ذات والله تعبان. الناس اي زول بفتش بضراعه بجيب، انت هسه عامل هناك تجاس فتجي بس، زول عنده قنوات يبيعها بقره يبيعها ويجي، تجي تلقى الباقي ديل تغنموا ليكوا عربات تغنموا ليكوا قروش انت. ولسه الخرطوم دي مليان، هسه القياده دي لسه ما سقطت، عندها قروش المهندسين، عندها قروش الشجره، عندها قروش الشجره، عندها 17 حاجه حقت قروش، بتجي بتقابسوا مع الناس بتبقوا رجال. لكن هسه اقول قاعد هناك تلقى شنو لما رمتنا ديل كلهم القى 50 60 والله تعالونا عين لكم قاعد من هناك، انا مجهز لكم عماره عمارتين تنزلوا فيها ووروكم الدرب، تبقوا مارقين ان شاء الله.